ما زالت المرأة تعاني اليوم من تحصيل حقوقها الاجتماعية وممارسة حقوقها الطبيعية دون الوصاية. فبالرغم من إنصاف القانون الأحوال الشخصية لها في بعض القضايا، إلا أن ما زال يقف ضدها في مسألة اشتراط موافقة ولي الأمر على الزواج ليتم العقد. ومهما بلغت من العمر تبقى الموافقة شرط لإتمام الزواج. والحديث حول الموضوع رحب معنا بالمحامي عبد الله اسكندر. صباحك الله بالخير. نور وكرامة، صباحكم الله بالخير، ونتشرف إن شاء الله نلتقي معاكم وإن شاء الله نوضح الموضوع للناس. الشرف لنا أكيد أستاذ عبد الله. في البداية ودنا نتكلم، هل فعلا قانون الأحوال الشخصية في دولة الكويت منصف للمرأة؟ طبعا في فكرة عند الناس أن هذا القانون مفصل للرجل، هذا القانون مفصل للمرأة، لكن يغيب عن نظر الناس أن قانون الأحوال الشخصية ما هو إلا ترجمة للشريعة والآراء الفقهية ولآراء الجمهور والفقهاء. فهي سالفة، مو سالفة أنه والله القانون الأحوال الشخصية للمرأة، هو دين شريعة أعطى حقوقا للرجل وأنصف المرأة عشان لا تنظلم، خصوصا أن الرجل عنده زمام الأمور، عنده العصمة، فأنصف حاول يحفظ بعض حقوق المرأة بهذا الجانب. لم نتكلم ونتطرق لبعض المناطق اللي أنصف القانون فيها المرأة بالأحوال الشخصية، يعني شنو الأمور اللي شوف فيها فعلا فيها إنصاف للمرأة؟ طبعا كما للرجل للمرأة بالميراث لها، الوصية توصى، يعني الشريعة والقانون ما حرمت المرأة. صحيح في فرق ما بين الرجل والمرأة من حيث الميراث، إلا أن ما نقول أن الشريعة منعت المرأة أو أن الشريعة حرمت المرأة، مثل ما للرجل للمرأة، لكن في حدود الشرع اللي الله سبحانه وتعالى شرع لها. ومن الجوانب كثيرة، يعني حفظ حقوقها المالية، حضانة الأبناء، رؤية الأبناء، نفقة الأبناء، نفقتها هي، من كافة أمور الحياة من ناحية قانون الأحوال الشخصية ضمنها للمرأة. تمام أستاذ عبد الله، احنا طبعا راح نتكلم بشيء من التفصيل معنى دعاوي العضل وكل ما يترتب عليها من أمور، لكن معنا تقرير بسيط راح نشوفه أنا معك ويا المشاهدين إن شاء الله. أستاذ عبد الله، بالبداية قبل أن نسترسل في الحوار، لو نفسر ونبسط مفهوم دعاوي العضل والمقصود فيها، خصوصا يمكن بالفترة الأخيرة قاعد نسمع عنها بشكل كثير. طبعا العضل لغة إذا نتكلم فيها معناته المنع أو الحجب، أما اصطلاحا قانونيا لو صح القول أن المرأة الراقبة بالزواج تجعل من القاضي وليا لها في تزويجها بدل الولي الأب أو الجد أو الأخ الأكبر. نعم. ومتى تلجأ المرأة لهذا النوع من الدعاوي؟ طبعا المرأة في هذا الموضوع تلجأ إلى القاضي إذا توافرت الشروط، بمعنى غالبا ما نسمع أن بعض الآباء يتعنت في هذا الموضوع، بحيث أن في فكرة أن يجعل زواجه من بنته من عائلة معينة أو قبيلة معينة أو مذهب معين أو جنسية معينة، ففي أشياء تثار غير منطقية. يعني أنا عندي بنت أقعدها وخليها توصل إلى 30 و35 و40 على والله أن ما حققت أن المهر المطلوب أو ما أنا مستفيد منها أو مستفيد من راتبها، هذه الأشياء مو مبررة. نعم. وغير منطقية، يعني حرام. يعني المرأة هم تبي تتزوج، تبي تكون نفسها، ما في مشكلة يتقدم لها شخص شخصين، لكن من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. وإن تفعلوا يكون فساد. فمجرد ما أن يكون هذه هي الأسباب اللي الأب قاعد يتذرع فيها، تقدر البنت ترفع دعوة عضل. ترفع دعوة العضل إذا توافر شنو شروط من الخاطب مثلا، الدين مسلم، مثلا إذا كان غير مسلم لا يصح زواج غير مسلم من المسلمة. لو كان الأب رافض لسبب الدين، رفضه سليم، ما يجوز أن يتزوج غير مسلم بالمسلمة، هذا منطقي رفضه. لكن إذا كان مسلم بغض النظر عن المذهب، موظف، رجل ذو أخلاق،
رجل سيرته حسنة بين الناس، فما يضر أنه يزوجها. لا والله تعنت، بدال هالشخص شخص ثاني وشخص ثالث وشخص رابع. يعني المرأة تلجأ إلى القاضي تجعلها منه أنه وليها بحيث التزويج. لا، هل يشترط سن معين للبنت في حالة تبي ترفع دعوة العضل؟ هو في الواقع الحال زواج دعوة العضل للمرأة إذا بلغت سن التزويج تلجأ إلى العضل إذا توافرت الشروط. لكن من غير المنطقي والله أن سن التزويج 16 سنة ولا 17 سنة تقول أنا مرأة بالغة هو بيتزوج، لا مو منطقي. إذا كان مثلا بلغت 25 سنة مثلا أو 26 سنة، بلغت 30 سنة، يعني مبلغ من العمر ورفض الأب لسبب غير منطقي وبدون مسوق أو بدون سبب، يعني لا تلجأ إلى القاضي. بس هم لابد أن المرأة يكون لها أسبابها، أسباب حجة مقنعة. ما تجي تقول والله أنا عمري 17 وهذا تقدم لي وأنا أبي والله زوجوني إياه ولا أبي القاضي. يعني القاضي يحط بعين الاعتبار بعض الأمور اللي لازم تتوافر في هذه القضايا. مدى إقبال الفتيات في محاكم، من خلال خبرتك أستاذ عبد الله، هل في يعني قضايا كثيرة؟ قليلة في قليلة قليلة قليلة. تخوفا أول شيء أنا منو خصمي؟ ولي الأمر الخصم، ولي الأمر. ثاني شيء هذه البنت إذا بتختصم أبوها أصلا هي وين عايشة؟ هي عايشة بنفس البيت صح، وخصمها أبوها نعم، وتيرى المحاكم. ثاني شيء القاضي قبل لا يفصل بالموضوع يستدعي الأب يشوف شنو سبب رفضه. ممكن الأبو عنده أسباب مقنعة، والله بنتي خايف عليها أبيها تكمل دراستها، والله أنا ناطرها بس تخلص هالسنة آخر سنة لها. نعم. ممكن يكون الأب ساعات سبب مقنع. إحنا ما نقول نظلم والله كل الآباء اللي يمنعون أكيد أنه والله متعنتين. لا، بعض البنات، وما أظن أن في أحد يخالفني الرأي في هذا الشيء، فيهم سرعة قبول، سرعة موافقة. مثلا عشمها في شيء، وعدها في شيء، أو ظنت من هذا الشخص أنه هو الشخص المناسب. نعم. طبعاً حداثة السن 20 والاثنين وعشرين قد يكون هناك قصر نظر. ما تطالع بعد 10 سنين شو ممكن يصير. نعم. تشوف طالب وهذا إنزين ممكن ما ينجح في دراسته، ممكن ما يتخرج، ممكن ما يلاقي وظيفة بعدين. فقصر النظر وسرعة الموافقة أو الاستعجال في هذا الشيء يجعل من الرجل الحكمة. هذا شرع الله طبعا سبحانه وتعالى، أكيد يعني كان له حكمة بأن الأب بحكم خبرته بحكم السن بحكم تجاربه بالحياة جعل الأمر بيده. فبخصوص لجوءه للقاضي، احنا قلنا هذه الجزئية القاضي إذا شاف شروط معينة ما له شغل الجنسية. أنا صحيح بالمناسبة أنا حاب أذكر هذا الشيء، الجنسية ما لها شغل. عندنا أحكام تم تزويج وافد من مواطنة، هذا سبب غير مقنع. كذلك المذهب جعفري أو سني، وسني من جعفري، نحن أهل الكويت جبنا على التعايش ما بين أهلنا. في كثير من عوائل الشيعة أخذت من السنة، وكثير من عوائل السنة أخذت من الشيعة فعلاً. وهذا ما له شغل نهائياً. نعم. يعني القاضي يحط في عين الاعتبار أكيد في بعض الأمور اللي ممكن أنه يبت فيها إذا في أسباب أكيد. لكن في بعض القضايا النادر وجودها مثل ما تفضل أستاذ عبد الله، يمكن يتم رفع قضية أو دعوة عضل لكن بعد فترة يتم التراجع عنها أو صحيح. عدم متابعتها، شنو السبب؟ أول شيء مثلا هي كان يتصور لها أنه راح ترفعها، القاضي يصير الولي، الولي القاضي بيزوجني، انتهى الموضوع. طول الدكتور عبد الله؟ لا استاذ عبد الله، يعني تقريبا ما بين احنا مشكله الدعاوى، احنا عندنا الاعلانات هذه اخر موضوع. ثاني شيء ضغط المحاكم، قضايا احوال الشخصيه خصوصا الحين محاكم الاسره، في كل محافظه عندنا محكمه. لكن ما بين 5 شهور 6 شهور، 5 شهور على ما يعني القاضي ينتهي الموضوع. إذا نقول من موضوع دعوة العضل. لكن أنا اللي حاب أذكره، البنت أظن أن القاضي يصير الولي بيزوجها ويخلص الموضوع. تتفاجأ لا، لازم ترفعين على أبوك القضية، تختصمين الأب. تقول ماشي أختصمه، ممكن يعلن مخفر أو يعلن بأي شيء وما يدري.
تتفاجأ أن القاضي يطلب حضور الأب ويواجهها بالأسباب. شلون أنا ساكنة وياه بنفس البيت وأقعد وياه أتغدى وياه ولا أتعشى وياه، شلون بالمحكمة هو خصمي صح لكن في وبالبيت البيت. أنا عايشة. فتقول لها بلا خليها تولي. فهذه من جانب. من جانب آخر ممكن أن الأب يعلم في هذا الشيء ويمنعها أن تروح المحكمة ويمنعها أن تلجأ إلى هذا الشيء. أو سبب أخير ثالث اللي أنا شايفه أن عقب ما ترفع الدعوة وتضحي بأسرتها تتفاجأ أن هذا الشخص مو كفو مثلا وما يستاهل هذا التضحية، فتقول لا ما أخسر أهلي وهذا الشخص أصلا ما ضحى عشاني أو فتترك. أو هل في ممكن سيناريو آخر أن مثلا بعد رفع الدعوة مثلا الأب يتراجع مثلا ويوافق على الزواج؟ ممكن يعني ممكن في كل الأحوال ممكن يقول لها ليش قضايا ما قضايا، يبقى هذا أنت تبينه خلاص أخذي أي. أنا أخلي مسؤوليتي بعدين لو صار شيء أو صارت مشاكل اللهم قد بلغت اللهم فشهد. هل يشترط يعني احنا بنتكلم الجانب القانوني اكيد استاذ، هل يشترط موافقة ولي الامر في كل الحالات؟ في حالات الزواج لازم يكون موافقة ولي الامر موجودة؟ طبعا موافقة ولي الامر يستوجب، لكن هناك حالات استثنائية لا يرجع الى ولي الامر. مثل يعني انا في حالة من اسبوعين صارت ناشر راح تتشيش في زواج قدم الجأت هي عمرها تقريبا 25 سنة الجأت القاضي القاضي زوجها يعني ممكن بس هني القاضي هم ما يرجع للأسباب انه يشوف انه ليش هي الجأت القاضي زوجها ليش وين الولي الأمر أكيد يعني هذا الشيء. بس أنا هذه ما كانت دعوة عضل ترى لا هي الجأت المحكمة التزويج والقاضي وافق في هذا الشيء. هل رجع كونها انه 25 سنة أي. وقائمة في شؤونها الذاتية ورأى في الكفاءة مثلا بالرجل ووافق بدون لا يكون ولي يعني ما استفسر وين ولي الأمر سبب رفضه ما استدعى ولي الأمر؟ لا ما استدعى بس أكيد استفسر أو ناقش هذا الموضوع. لكن أنا أقول الشغلة القاضي هنا لا صلاحية أن يكون هو مقام الولي إذا وجدت الأسباب. القانون حدد العمر 25 سنة مثلا لكن لا صلاحية القاضي إلا من غير ولي الأمر إذا توافرت فيها شروط معينة أن تتزوج. وحالة يعني على طول سأل عبد الله يعني دعوة العضل قلت يمكن تأخذ لها 15 على ما يبت فيها. صحيح. لكن هني هذه حالة استثنائية أمانة أنا أول مرة تواجهني وصارت وياها. لكن إحنا ما نقول ما نعمم إنه والله أي واحدة تبي تروح وتتزوج. فعلًا يعني لا هذه كانت حالة استثنائية وكان لها ظروف خاصة. فمو معناته ان اي واحده ممكن تبي لا لابد من موافقه الولي عشان انا لا يفهم كلامي غلط لا لابد من موافقه الولي. لكن انا اقول في حاله استثنائيه كون انت قلتي لي ان في حاله استثنائيه في حاله استثنائيه القاضي له الصلاحيه اذا راى اكتمال الشروط اذا كان توافر الزوج يزوج ما يمنع. البعض قد يعتقد استاذ عبد الله ان هالقانون لا يواكب الحياه اللي احنا الحين قاعدين نعيشها، يمكن كان في الفترة اللي طافت أو صحيح. قبل سنين أنه يشترط وجود ولي الأمر أكيد صحيح. للموافقة. طبعا احنا نتم نقول احنا قاعد نتكلم عن الشق القانوني ما صحيح. هو الشق الشرعي. هل تحس أنه فعلا القانون هذا لازم يعني يتم تعديل عليه؟ لا نهائيا ولا تغيير، لأن مثل ما قلنا أساس قانون الأحوال الشخصية هو أساس شرعي. ما كل ما ورد فيه من مواد أو آراء هي آراء فقهية آراء لمذاهب رأي لجمهور الفقهاء. فقانون الأحوال الشخصية أساسا قواعد دينية من الشريعة الإسلامية، فما في مجال لتغييره أو تبديل مواد أو شيء. ممكن احنا نقول عن الجنائي تبدل مواد، الجريمة تتطور، الجريمة مستحدثة، قانون المدني مثلا تطرأ عليه، لكن قانون الأحوال الشخصية لا نهائيا. يعني آخر سؤال سيد عبد الله، لما البنت بترفع دعوة عضل تروح وين؟ لازم يعني شنو الاجراءات اللي تتم؟ طبعا قبل لا ترفع الدعوة للتوضيح قبل لا ترفع الدعوة هل هي اكتملت فيها الشروط؟ في شروط مو شرط ان هذا الرجل زين، او في شروط الدين ممكن كامل الرجل ما في شيء لكن مو مسلم، العقل كامل، الأهلية، حسن السيرة، حسن السلوك، وايد شروط هذه اكتملت. الحين ما رحنا المحكمة. أي. اكتملت هذه الشروط.
شافت ان رفض الاب غير مبرر، خليك تو الناس، خليك مستفاد منها من راتبها، يبي مهر اعلى ايا كان، ف هني بهالحاله يطمح لشخص اخر يعني، او يطمح لشخص اخر او من قبيلته او من مذهبه، والله احنا مذهب فلان ابي من مذهبنا ما نم. فبهذه الحاله هني اكتملت الشروط. الحين نرجع حق دور المحكمه، ترفع الدعوه، طبعا تختصم فيها الاب وتختصم فيها المتقدم لها وتختصم اداره التنفيذ. نعم. بعد ما ترفع الدعوه وتحدد لها جلسه ويتم الاعلان، اكتمل شكل الدعوه. الان طلبات القاضي يناقشها في سبب رفع الدعوه عن سبب رفض الاب. طبعا القاضي ما راح يسمع منك من جانبها بس، يشوف الابو حضر ولا ما حضر، ما حضر يأجلها لحضوره مثلا، حضر الاب يسمع رفض اسباب طبعا غالبا الاباء اللي ما عنده سبب مقنع ما يحضر الجلسه، لانه يقول ما احرج نفسي قدام القاضي، شو اقول له يعني؟ واذا ما حضر القاضي يقدر اذا شاف انه تم اعلانه وبلغناه واجلناها مره مرتين عشانه، والمراه محقه في هذا الشيء خلاص فيتم، خصوصا لا في نقطه القاضي قد يحتاج الى شهود يشهدون للمتقدم انه والله موظف للرجل مو للبنت يعني، ما يشهدون وكذلك البنت ساعات يقول لها يبي احد من اهلك، زين ابوك مو راضي، ساعات هي اخوها مثلا او هي عمها او هي خالها، اي والله بنت اختي وكذي بس الابو مو موافق او شيء. تمام. فالقاضي هنا يحكم لها ما يرفع. نعم. بالنهايه مثل ما تفضلت استاذ عبد الله، يعني الزواج الهدف منه تاسيس، والكل يكون فيه بالاستقرار وتاسيس اسره، وهي بالنهايه يعني موضوع يدخل السعاده اكيد للكل. صحيح. خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا بينكم موده ورحمه. نعم. انا بس ابي استقل الفرصه. الزواج استقرار. هو مو شخص انا ابي قصب انا اخذه. نعم. انا عشان لا يفهم كلامي غلط، لابد ان تكون هناك موده، لابد هناك رضا، انا ما اخسر الوالد او اخسر الوالده عشان ارضي الزوج. نعم. وفي المقابل ما اهدم حياتي الاساسيه اللي انا تربيت عليها وضحي عشان زوج ما ادري انا شنو راح يكون بالمستقبل. نعم. ممكن الحين عشمني على شيء، ممكن قدامي شيء بعد العشرة لا يتضح وجه ثاني. صحيح. بهالحالة لا أنا أعرف أرجع حق أبوي اللي خسرته ولا أقدر أكمل تستمر في هذا الزواج. نعم. فتصير مشاكل أكثر أصلا من أول. قرار لازم يعني بالنهايه قرار الزواج، يعني احنا قاعد نتكلم عن حالات نادره يمكن فيها يكون فيها تعسف اكيد. صحيح. من اولياء. صحيح. الامور، لكن الحمد لله مثل ما تفضلت ان هالدعاوي ما هي بكثره في يعني اروقات محاكم في الكويت، هذا الحمد لله يعني شيء جميل، ونتمنى اكيد من الجميع التفاهم مثل ما تفضلت يعني. بالنهايه هذا قرار يجب اتخاذه يعني في تروي يعني ودراسه الموضوع. اكيد. كل الشكر لك المحامي عبد الله اسكندر على تواجدك معنا في هذا اللقاء. الشكر لكم، وان شاء الله اتمنى أنا فهمت الموضوع ووصلت الفكرة إن شاء الله. إن شاء الله. ألف شكر لكم. كل الشكر لك. حياك الله. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.